نظم حزب المؤتمر مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره أكثر من 8000 من أبناء محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من القيادات. وأعلن الحضور عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معددين المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال 10 سنوات. أنا النهاردة شفت الحشد اللي أنا شايفه الهائل والكم الهائل من المواطنين الوطنيين الذين يقدرون قيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايف حاجة مفرحة وحاجة مبهجة. والحمد لله إحنا حزب المؤتمر داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ترشحه لأول مرة من 2014. تأييدنا للسيد الرئيس، احنا من أيد السيد الرئيس من 2014، الرئيس اللي ما خافش وما خدش مصر في 2014، وقف جموع مع 2013، وقف مع جموع الشعب المصري في 30 يونيو و3/7، وبدأ مسيرة من محاربة الإرهاب وتنمية في الشاملة لجمهورية مصر العربية، تنمية لم تسبق في تاريخ مصر.